والله العظيم لو ما عملتليش اللي انا عايزاه هكلم دادي دلوقتي حالا. لا دادي ايه، ما تغيريش الموضوع معي. مش وقته خالص دادي. بدا يا يالا يعني ايه ما كلمتيش بالطريقه دي؟ شوفي اللي انت بتعمليه اصلا، تصرفاتك بقت لا تطاق. والله العظيم لا لا كده احنا اتحسدنا. ايه في ايه؟ سك علي ليه مسمع لحد اكره الباب؟ ايه اللي حصل؟ معقوله برضو في اتنين يتخانقوا وهما بيحتفلوا بالثانويه بتاعتهم؟ ثانويه انيفرسري. اقسم بالله الاتنين واحد، بس انا مش عارفه ازاي انت ما ادركتيش ده بصراحه. يعني عندك حق. ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ اساليها. ايه اللي حصل يا هلا هانم؟ اسالي. ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ اساليها. لا اخلصوا اخلصوا، انا عندي حموده اصلا. يلا في ايه؟ انا هقول لحضرتك يا مدام امير. اتفضل. يرضيكي احنا جايين نحتفل بعيد جوازنا والهانم عايز تطلع لايف. وايه المشكله انها تطلع لايف يعني؟ ولا هو تلكيك وخلاص عشان تنكد عليها؟ ولا هو انتوا الرجاله كده لازم تنكدوا على الستات في اي مناسبه حلوه؟ شكرا إيه؟ مدام اميره قوي والله العظيم، انا من اول ما شفتك حبيتك وحسيت ان انت امي. ليه طيب؟ ليه الاحراج ده؟ ليه؟ ما انا محترمه من اول العرض. ليه ماسكه شخصيه وقمر ومدام اميره؟ ايه يا لبي وعماله ماسكه انا شخصيه؟ ليه عايزه تخرجيني منها؟ ليه كده بترجعيني القديمي؟ ليه سوري مدام اميره. لا انت خليتي فيها مدام اميره. ادي مدام اميره يا حضرتك، اتفضلي. يلا ايه مدام اميره ساعدنا كده الله يكرمك، بس عشان ايه مدام اميره دي هي في الحته دي، بس دي مدام اميره. ايوه ايه بقى؟ سوري انا ما قلتش غير امي. امي يا بنت ايه؟ مين دي اللي امك؟ امك مين يا شعر عيره يا لون خميره يا رد الرد يا مصطبه هد يا تعملي بنت ناس ابدا. ايه ليه؟ ما انت بقالك 7 سنين بتعملي هتربت. قلنا شخصيه جديده احمد يا عمر. ده حلم. ايه اللي انا فيه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كابوس مش ممكن. تعالي مدام اميره تعالي. ليه بعدتي عني؟ البسها ازاي بقى دي بقى؟ البسها، كان في 5 تحت بيلبسوها لي بقى. البسها انا ازاي؟ انت السبب. سوري انت ولا سوري بقى ولا سين بقى. علينا وعلى دماغنا. ها؟ ايوه. ايوه يا علاء بيه اتفضل. انا دخلت في الشخصيه. اتفضل في ايه؟ اتفضل انت. يلا يلا يا بيه يلا عشان ما ارجعش تاني للبيقانة اللي انا فيها دي. اتفضل. ايوه. ايه يا علاء بيه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ ايه؟ معقولة الكلام ده؟ في كده في الدنيا؟ معقولة؟ لا انت بتفكر ليه؟ دي الشخصية. اتفضل. معلش. انا تخيلوا تحت هنا كده يعني. هو فوق زي تحت عندي والله. يلا. أنا أيوه؟ أنا أحكي لك يا مدام أمير. أيوة أحكي لي يا علابي. إيه؟ إيه؟ إيه بقى؟ يرضيكي إحنا جايين نحتفل بعيد جوازنا. يا بيه يلا يا بيه. أنا في الشخصية. أوكي. اتفضل. أنا أحكي لك يا مدام أمير. أيوة. يرضيكي إحنا جايين نحتفل بعيد جوازنا والهانم عايز تطلع لايف وتخلي الناس تحتفل معانا. إيه؟ يعني إيه يا مدام هالة الكلام ده؟ تطلعي لايف والناس تحتفل معاكي إزاي؟ مدام أميرة أنا بحب أوثق كل حاجة في حياتي. أيوة بس في حاجات ما ينفعش تتوثق. مدام أميرة على فكرة دي بيجيب لايكس كتير جدا. جابت معايا ضحك والله العظيم. من قبل ما أشوف أي حاجة يعني. عاجبك كده؟ على فكرة أنت بطلت تهتم بيا والاهتمام ما بيطلبش. قالت لك الاهتمام ما بيطلبش في ليلة سودا النهاردة. سوري بلاك داي النهاردة. مدام أميرة في إيه؟ يلا بينا. إيه يا مدام هالة؟
غريق. مش ممكن. ايه اللي حصل؟ لازم اعيش. لازم اعيش. عشان تبقى تقول بتلاقي في الساية اوي. دايما في ظهرنا يا ريس. اجيبك مكانه يا روحي. يا سلام. اخلص انت بتفتح في المغرب ما تخلص. تبقى ده بجنيه وربع. لا ظهري وجعني اجي على الجنب. انت بتسوي خروف. اخلصي. Listen. I will tell you everything. When we got married, I told him many times I have 10 million followers. He should respect me. يعني ايه الخناقه المكرونه بالصلصه ولا بالفراخ؟ حدي ترجم لها. مش وقت غباء. وقت غباء. ده مش ده قصدك ولا ايه؟ No, Madam Amira, I mean. لا معلش ولا يهمك اي حاجه اكننا بنسافر. يس اورايت. وانا سمكه. مدام اميره اي مين ام انفلونسر. انفلونسر؟ طب استاذنك متري بقى كده. هو حضرتك فين الكمامه بعد اذنك؟ ايه يا مدام هاله في ايه؟ استني بقى عشان شكلها كده. لا جات لنا الانفلونسر كده يا مدام هالة. مش تبلغينا ده؟ No, I mean I have fans. يا عرب جديد. انا اخر حاجه اعرفها التهاب حلق. ما اعرفش الباقي ده بقى. هلا انت بتعملي حاجات غريبه. انا مش فاهم انت بتغيري الموضوع كل الوقت. انت بتعملي حاجات مش مفهومه جدا. يعني انا مش فاهمه. انا مش عاجبني طريقه دي. انا في ايه؟ كبرونا بقى كفايه السهد اللي الواحد فيه. ايه القرف ده؟ سوري يا مدام امير. بلا سوري بلا بتاع بقى. تعالى يا عم زفت انت. ايه ده؟ سوري مدام اميره. اتفضل على مين؟ اتفضل تعالى. معلش بص بقى يا علاء بيه، يعني خليها عليك بقى. معلش بص على دماغك. لا 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 انا مش قادر ابص في وشها خالص. يا سلام انت كنت هتبوس رجلي على فكره علشان تتجوزي. ايه يعني ايه المبرر؟ وانا اللي ما كنتش. ايه اللي هيخليني ابوس رجلك يعني عشان علاء بيه؟